الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ، قضية الآن تطرح في كثير من الرسائل تحت عنوان أهل السنة والجماعة، وهي حقيقة تنحو منح الخوارج، فأحببنا أن نتثبت منك في هذه المسألة. القضية هي حول ما يناط بالتشريع العام فيما يحكم به الحكام، ويستدل لذلك بما يعني بفتواكم حفظكم الله في المجموع الثمين بأن هذا كفر، وأنه لا يحتاج، يعني أن هذا الكفر ظاهر لأنه تبديل. كذلك ينسب هذا القول إلى الشيخ رحمه الله محمد بن إبراهيم. فالسؤال هنا حتى يكون يعني صريح واضح، هل ترد موانع التكفير أو ما اشترطه أهل السنة والجماعة من إقامة الحجة على من حكم بغير ما أنزل الله تشريعا عاما؟ جزاكم الله خير. هو لا بد، بارك الله فيك، من كل إنسان فعل مكفرا أن لا يوجد فيه مانع التكفير. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما سألوه هل ينابذ الحكام، قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلا بد من أن يكون الكفر صريحا معروفا لا يحتمل التأويل. فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبه، وإن قلنا إنه كفر، فيفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل. قد تكون الفعلة فسقا ولا يفسق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيق، وقد تكون كفرا ولا يكفر الفاعل لوجود مانع يمنع من تكفيره. وما ضر الأمة الإسلامية في خروج الخوارج إلا هذا التأويل الفاسد. تتأول الخوارج مثلا أن هذا كفر فتخرج، كما قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانوا معه الخوارج، كانوا مع علي بن أبي طالب على جيش أهل الشام، فلما وقعت المصالحة بين علي بن أبي طالب وأهل الشام خرجت الخوارج الذين كانوا معه عليه حتى قتلهم والحمد لله. لكن الشاهد انهم خرجوا وقالوا انت الان حكمت بغير ما انزل الله، لانك حكمت البشر، فخرجوا عليه. فالتاويل الفاسد هذا هو بلاء الامه، من التاويل الفاسد. فقد يكون الشيء غير كفر فيعتقد هذا الانسان انه كفر فيخرج، يرى انه كفر بواح فيخرج. وقد يكون الشيء كفرا لكن الفاعل ليس بكافر لوجود مانع يمنع من تكفيره، فيعتقد هذا الخارج أنه لا عذر له فيخرج. ولهذا يجب على الإنسان التحرث من التسرع في تكفير الناس أو تفسيق الناس. ربما يفعل الإنسان فعلا فسقا لا إشكال فيه، لكنه لا يدري. فإذا قلت يا أخي هذا حرام، قال جزاك الله خيرا وانتهى عنه. أليس هذا موجودا؟ أجيب بلى، ما في شك. إذن كيف أحكم على إنسان بأنه فاسق دون أن تقوم عليه حجة؟ فهؤلاء الذي تشير إليهم مما يجري في الساحة بين حكام العرب والمسلمين قد يكونون معذورين فيه، لم تبين لهم الحجة، أو بينت لهم وجاءهم من يلبس عليهم ويشبه عليهم مثلا. فلا بد من التأني في الأمر. ثم على فرض أنه تم جواز الخروج، يعني رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وكلمة رأينا تراه شرط، وكفرا شرط، وبواحا شرط، وعندنا فيه من الله برهان شرط، أربع شروط. فقول أن تروا احترازا من الإشاعات التي لا حقيقة لها، ومعنى تروا يعني تعلموا علما يقينيا، كفرا احترازا من الفسق، يعني لو كان الحاكم سكارا فاسقا فاجرا لكن لم يصل إلى حد الكفر ما يجوز الخروج عليه. الثالث بواح أي صريح ما يحتمل التأويل. والرابع عندنا فيه من الله برهان، يعني ليس صريحا في أنفسنا فقط بل نحن مستندون على دليل واضح قاطع. هذه الشروط الأربعة شرط لجواز الخروج، لكن يبقى عندنا شرط خامس لوجوب الخروج.
هل يجب علينا إذا جاز لنا أن نخرج على الحاكم هل يجب علينا أن نخرج؟ ينظر، ينظر بالمصلحة، هل نحن قادرون على إزالته؟ حينئذ نخرج، إذا كنا غير قادرين ما نخرج، لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بماذا؟ بالقدرة والاستطاعة. ثم إذا خرجنا ربما يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه، لأننا إذا خرجنا ثم ظهرت القوة العزة له صرنا أذلة أكثر وتمادى في طغيانه وكفره أكثر. فهذه المسائل تحتاج إلى تعقل وأن يقترن الشرع بالعقل وأن تبعد العاطفة في هذه الأمور، فنحن محتاجون للعاطفة لأجل تحمسنا ومحتاجون للعقل والشرع لأجل يربطنا، فلا بد من فرامل كما يقولون. السيارة بدون فرامل وش تعمل؟ حوادث إلى قبل. والسيارة أيضا بدون شحنة كهربائية تسيرها ما تسير. نعم تفضل.